وأولى فقرتنا رح تكون اجتماعية كالعادة اليوم بخصوص الطفل. قدي ممكن يكون هذا الطفل من أول نشأته هو مثل الإسفنجة بيمتص كل شيء حواليه، لهيك قدي مهم على الأهل إنهم يهتموا بالبنية المعرفية عند هذا الطفل لحتى ينمى بشكل صح عقليا وجسديا وحتى فكريا. قدي مهم اليوم إنه ننتبه على كل العوامل المحيطة بهذا الطفل، إن كان الأجهزة الإلكترونية، إن كان الرفقة بالمدرسة، إن كان المحيط الخارجي اللي كمان ممكن بنفس الوقت يأثر على هاي البنية المعرفية عنده. يا هايدي تماما يا عفاف، مرحلة الطفولة كنا بنعرف قد هي مرحلة حساسة اليوم وبيأثر فيها أي شيء، ومثل ما ذكرنا إنه هي المرحلة بيكون الطفل قادر يكتسب وقادرين نزرع فيه كثير من الأمور، قيم، مبادئ، معلومات ومفاهيم كثيرة. واليوم أكيد هي البنية المعرفية رح نتعرف عنها أكثر، نعرف كيف ممكن الطفل بالمراحل العمرية الأولى إنه يكتسب هي المهارات وهي البنى المعرفية، وهل بتفرق من طفل للثاني وشو هي العوامل يلي بتأثر فيها. تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو الاختصاصية النفسية والاجتماعية آلاء الدغستاني. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك. أهلا. صباح الخير آلاء. يا صباح النور. يا أهلا فيكم. اليوم البنية المعرفية عند الطفل، يعني شوية ممكن يكون في لها مصطلح أو مفهوم مبسط أكثر، خلينا هيك مشان الأهل والمشاهدين نعرف شو يعني البنية المعرفية. تمام. بالضبط. هلا هو البناء المعرفي يعني نحن عم نحكي عن الطريقة يلي بيتعلم فيها الطفل المهارات. تمام. التفكير بيتعلم فيها الأشياء المصطلحات. تمام. فهي الطريقة احنا فينا نختصرها انه الطريقة اللي بيكتسب فيها الطفل المعلومات والخبرات، وهذا اسمه البناء المعرفي، لانه هي بتشكل يعني المعرفة هي المعلومات كلها اللي بتتشكل عند الطفل، هذا هو البناء المعرفي. دائما احنا بنعرف انه الطفل هو يعني فضولي بطبعه. نعم. اذا بدنا نقول احنا كيف ممكن نكتشف او كيف ممكن نطور هي البنيه المعرفيه، ممكن هي تكون موجوده عند الطفل نتيجه امور وراثيه، او ممكن هي مكتسبه اليوم نتيجه البيئه اللي عايش فيها، نتيجه الثقافه المحيطه من حوله. خبرينا اكثر. تمام. شو هي العوامل اللي بتساعده؟ تمام. هلا كل اللي ذكرتيهم هن يشكلوا البناء المعرفي للطفل. هلا اكيد في عوامل بيولوجيه بتاثر بالطفل، ولكن هي ما فينا نحن بس نقول انه هي، تمام، هي جزء ممكن ياثر بانه هذا الطفل كيف ممكن يكون، لانه درجات بين الاطفال بيجوا على الدنيا، يعني مثلا هو كيف قدره الاستيعاب الى اخره، هي لها علاقه بتسلسله الجيني. ولكن نحن لما بدنا نحكي على كل العوامل فنحن بنبدا طبعا اكيد البيئه اللي هي بتبدا عندك من البيت وانت طالعه، فيما بعد بيجي عنا المدرسه، بيجي عنا بعدين ظهوره الى المجتمع. نحن عم نحكي عن المرحله الاولى ببناء المعرفه عند الطفل، فالمرحله الاولى هي بناء عند الاهل. كيف انا بكتشف صراحه يعني هي شغله احلك شغله، الطفل ما بده يعني اكتشاف انه هل هو قادر على اكثر او لا، ولكن هو بده اهتمام ليكون قادر على الاكثر من تصرفاته ومن سلوكياته. احنا قادرين نعرف كمان. هلا اكيد هلا شوفي اي طفل بيجي فاحنا عندنا هذا الطفل هو عباره عن حدا جاهز، يعني عنده ملايين الخلايا العصبية الجاهزة والمستعدة جدا للتفاعل معك، ولحتى انت تبدأي تبني له المعرفة، تبني له المعلومات، تبني له الإدراك الحسي عنده، يعني هو جاهز، يعني هو كطفل بيخلق على الدنيا هو جاهز. يلي بيخليه عدم الجاهزية عنده هو عدم اهتمام الأهل بالطفل من لحظة الولادة صراحة. يعني احنا الطفل عنا يا ما انه والله نستنى ليصير عمره 3-4 سنين بعدين نقرر انه هون احنا بدنا نبدأ نهتم فيه كأنشطة او نهتم فيه كأشياء تانية. الطفل انا بدي اعرف من وقت اللي انا بدي اجيب طفل على الدنيا انه انا بدي ابدا هذا الطفل كيف اتعامل معه، كيف ممكن ابني له المعرفه عنده، شو يلي بخليه اكثر ابداع، شو يلي بخليه قدراته بالتفكير تكون افضل، شو يلي بينمي عنده مهارات التفكير الابداعي، مهارات حل المشكلات. فهذا الشيء لما يخلي عندي انا هاي الثقافه بخليني انا من وقت اللي بجيب طفل انا قادر اني افهم التركيبة يلي الله خالق فيها هذا الطفل وتعامل معها، فبالتالي هون أنا حشكل عنده بناء معرفي قوي، وهذا حيخليه أكثر فيما بعد بالحياة أكثر استقلالية، أكثر ثقة بالنفس، أكثر إنتاجية. طيب بمرحلة تشكيل البناء المعرفي عند هذا الطفل لابد من أنه يكون بين الأهل أدوات وأساليب، خلينا نقول كرمال يقدروا
بتشكيل هاي البنية بشكل نعم. أسهل وأسلس عليهم وعلى الطفل. شو ممكن تكون هاي الأدوات والأساليب اليوم؟ هلأ نحن عم نحكي عن المراحل الأولى. في المراحل الأولى أهم شيء أنه أنا انتبه وأنا عم ببني للطفل الخريطة يلي عم تتكون من خلالها. لحلك شو بصير الطفل لما يكون عندي صغير، هو بيبدأ عم يتعرف على الأشياء، حلو؟ فهو لو هو شاف شيء بيطير، حلو، والأهل قالوا له أنه هذا عصفور، فحيبدأ لو شاف فراشة يعتبر أنه هي عصفور، تمام؟ ليش؟ لأنه هو بالنسبة له خلص هو المفهوم، يعني أخذ مفهوم ربط الشكل الطريقة يلي بتحرك فيها، فهو صار هذا الشكل يسقطه على كل الأشياء الثانية. فمن المهم من الأهل أنه هاي الأدوات المهمة أنه الأهل يكونوا منتبهين ودائما يكونوا بحالة توضيح للطفل ليشكل المعرفة لكل شيء، تمام؟ فأنا لو شاف فراشة فلازم أقول له أنه هاي فراشة. بعض الأهالي عندهم مشكلة بهاي النقطة أنه ما بينتبهوا فيها، بحيث أنه الولد عم بيحكي فبيضحكوا، أي شيء بيمشي بالنسبة له سيارة مثلا شكلها كذا، أي شيء أي بني آدم كبير مثلا بيمشي فهو بالنسبة له كبير. لهيك بتلاقي الأطفال الصغار كيف بيقيسوا لها، طويل يعني كبير، تمام؟ قصير يعني صغير، يعني هيك بالنسبة لإلهم. ما بتلاقي إنه هو عنده مفهوم العمر لأنه لسه ما تشكل عنده بهذا المفهوم. فنحن نطلب من الأهل إنه دائما يكونوا بحالة توضيح للمعلومات للطفل، ولا يعتبروا إنه هذا الشيء عادي، إنه هو كيف دلك بيضحكوا أحيانا معه، فهو بعد شوي بيوصل لمرحلة مثلا لنفرض 3 سنين 4 سنين فات على الحضانة، بيكتشف إنه المعرفة اللي أخذها بالبيت مختلفة. حتى الألفاظ والكلمات يلي نحن بنحكيها بالبيت لما تكون هي كلمات منقوصة عند الطفل، فمن المهم أني أنا ردد له الكلمات الصحيحة، تمام؟ الأدوات اللي لازم الأهل يمتلكوها أكيد المعلومات. أنا إذا كأهل ما عندي معلومات عن هاي المرحلة وكيف أنا بدي أتعامل معها وكيف بدي أبني له المصطلحات المعرفية أو شو اللي لازم أتعامل معه، يلي حيصير عندي حنوصل نحن على سن الروضة نلاقي في عنا مشاكل طالعة عند الطفل بهذا الموضوع، وهذا الشيء حيسبب له مشاكل بالمدرسة. فتلاقي الطفل بينحرج بيحكي كلمات بالنسبة مثلا البناء المعرفي عند الطلاب الآخرين مختلف عنه، لأنه مثلا الأهل ما صححوا له هاي البنية المعرفية بالبيت. فهذا ببلش شو بيعمل؟ بيقلل ثقته بنفسه وبيقلل ثقته بالأهل، تمام؟ فهون نحن بدنا ننتبه. نحن عم أول شغلة أني أنا كل شغلة لازم أعرف مصطلحها الحقيقي، ما شوه المصطلحات. ثاني شغلة أني أنا لو لقيت مصطلح مشوه عند الطفل لأنه هو بالنسبة له ما بيعرف، فهو هلأ عم تنبنى عنده المعرفة والمعلومة، فكتير مهم أني أنا أوضح له هذا عصفور، هذا كلب، هذا قطة. بالنسبة له مثلا الحيوانات يلي بتبقى الأرنب، الكلب، القطة يلي بيشبهوا بعض تقريبا شكليا بشكل والفرو، فهو بالنسبة له حيسميهم نفس الحيوان يلي تعرف عليه قطة. أو ممكن إذا كان أول حيوان قطة تعرف عليه فحيكونوا كلهم قطة، إذا أول حيوان تعرف عليه هو كلب حيكونوا كلهم كلب. ليش؟ هو بالنسبة له أخذ الشكل وبعض الملامح، تمام؟ هاي الخريطة اللي عم يبني عليها. فأنا اللي بدي أنا أقعد كأهل صحح المفهوم وعرفوا أنه هاي وهاي وهاي بتختلف عن هاي بطريقة طبعا ملائمة للطفل، تمام؟ صحيح. يعني ذكرتي نقطة كتير مهمة، واليوم فعلا يمكن الأهالي هي ممكن تنبسط وقت الطفل يحكي بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة، ولكن بس يكبر الطفل نحن منلاحظ أنه هو صار عنده صعوبات بالنطق، صعوبات بالكلام، وهيدا الخطأ. نعم. خلينا أستاذة آلاء نحكي عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية. اليوم أكيد كل طفل ما بتلاقي غير بإيده الموبايل بعمر نعم. صغير. ما فينا ننكر أنه وسائل التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، أكيد في إيجابيات أكيد. وسلبيات، لكن كيف ممكن نحن نوجه أطفالنا لليوم لاستعمال هي الوسائل التواصل بحيث أنه هي ما تضرهم؟ تمام. هلا كون إحنا عم نحكي عن المراحل الأولى فهو غالبا ما حيفوت تواصل السوشيال ميديا، ولكن حيكون عنده تطبيقات موبايل. تمام. الأهل للأسف عم بيظنوا أنه أنا لو عطيت الموبايل لابني على تطبيقات تعليمية ولغات وقصص فهو بالتالي حيكون أكثر إبداع وحيكون عنده قدرات أعلى بحل المشكلات وإلى آخره. للأمانة هاي المعلومة خطأ. تمام. الأجهزة الإلكترونية لنستخدمها من المهم جدا نفهم أنه أنا بدها تكون ضمن توجيه، ضمن إدارة. يعني كيف لما الطفل مثلا نحن بمصير حضانة بيروح على الروضة فهو بيبدأ يتعلم أشياء ضمن إدارة معلمة، تمام؟ نفس الشيء بالبيت،
ضمن إدارة معلم، الأم بدها تكون معلم أو الأب معلم، أي حدا اللي قادر على إدارة هذا الموضوع. زائد أنه وجود الطفل أكثر من ساعة لساعتين على 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 موضوع الموبايل، هو بالعكس هو حيدمر عنده الإدراك الحسي، حيدمر عنده ممكن مهارات لغة، حيدمر عنده أشياء معينة بالحياة، على فكرة جدا سيء. وأنا للأمانة شفت كتير حالات كانت الأهالي مشغولة، الأم موظفة أو كذا، فالولد من عمر صغير كتير كل الوقت ماسك الموبايل، فوصلنا على 4-5 سنين صار عنا حالات فينا نقول فيها مثل فرط النشاط أو حالات صعبة كتير، تمام؟ فصار بدنا علاج. فحتى إحنا ما نتعرض لهذا الشيء، من المهم واحد اختيار البرامج يلي نحنا بدنا نستخدمها للطفل. لازم يكون اختيار واضح، نختار شو اللي بدنا اياه، وهذا البرنامج ما يكون يعني نحن حسب ملائم لعمر الطفل، تمام؟ هذا الشيء حلو كإيجابيات، ممكن يعلمني نطق صحيح للأحرف، ممكن يعلمني ألفاظ جيدة، أو خلينا نقول يعرفني أكثر على الأشياء لما أنا بدي أعرفه، ما أن أنا عم نبني له المعرفة فيعرفه شو مثلا السيارة، شو الطيارة، شو كذا، فهي أشياء وتساعده يعرف شو حركتها شو كذا، فأوكي هذا شيء حلو. في برامج هيك، أو في برامج حتى بتساعد على حل المشكلات، تركيب الكلام، ولكن من المهم ضمن إدارة الأهل نعتبر أنه هي حصة، أنا قاعد مع ابني عم علمه على هذا التطبيق وخليه يستخدم هاي الأشياء لمدة محدودة. إذن اختيار البرنامج الملائم لعمر الطفل، التوقيت يكون محدود بين ساعة لساعتين على مدار النهار، مو ساعتين متواصلتين. البعد تماما عن الأشياء يلي فيها الكثير من الحركة والألعاب يلي فيها الكثير من الجوائز، لأنه هي حتكون بالنسبة للطفل نمط حياة. يعني الألعاب شو بتعمل؟ الألعاب يلي بتخليك مشدود لإلها هي الحركة السريعة والتفاعل السريع، زائد جوائز جوائز كل الوقت. فهو بيتعود نمط حياة على أنه أنا لازم كل ما عملت خطوتين، تمام، الأشياء السريعة السريعة السريعة، تمام. فأنا كل ما عملت خطوتين باللعبة شو بيعمل؟ بيطلع لي نجمة، بيطلع لي جائزة، بيعطيني صندوق اللي هو. فهو بالنسبة لإله هاد صار نمط حياة، فحيصير عند الطفل أول شيء حيفقد مهارة خلينا نقول الصبر، يلي هي تبع مثلا شفتي إنه إنسان بده يدرس، بده عنده سنة دراسية مثلا، فهو بالنسبة لإله بده نتائج سريعة دائما، بصير دائما بده جوائز أكثر، مكافآت أكثر لحتى يعطي إنتاجية، بصير صعب هو الإنتاجية عليه، مهارات التفكير والإبداع عنده بتقل، بصير ليش؟ لأنه هو محدود ضمن نمط تفكير معين، أنت عندك خطوات بدك تتبعها، فصار التفكير الإبداعي عنده أصعب لما نحن نربطه بهاي الألعاب. فأنا لا أفضل الألعاب الإلكترونية، وأفضل استخدام الأجهزة الإلكترونية ضمن برامج تعليمية بإشراف من الأهل. طيب استاذي آلاء، خلينا باخر دقيقتين الوقت ننوه على نقطه كثير مهمه، وهي القدوه بالنسبه للطفل. قد ايه مهم اليوم يكون في بالبيت حدا قدوه لهذا الطفل، يتعلم منه طريقه تفكيره طبعا الايجابيه، اساليب بالحياه، كيف ممكن هذا الشخص ياثر علي ايجابا بدراستي بحياتي طبعا. كمستقبل انه انا بدي اصير مثل هذا الشخص طبعا. هلا اكيد القدوه دائما هي عنصر اساسي بالبيت، وصراحه يعني الاطفال بيتعلموا رقم واحد بالقدوه، تمام. يعني انا هي بصراحه دائما بقولها رقم واحد الاساس، قد ما حاولت تهرب منه فهي القدوه بالبيت هي الاساس. فنحن من المهم جدا الاب والام انه يكونوا هن خلينا نقول قدوه جيده من ناحيه التعليم، ينتبهوا على تصرفاتهم تماما، بدهم ينتبهوا، وبدهم ينتبهوا مثلا على انه ما يكون في هن عندهم مثلا اجهزه الكترونيه وقت طويل كل الوقت حاملينه، لانه الطفل ما بيقدر اذا انت مثلا شغلك سوشيال ميديا، بس الطفل هو ما بيقدر انه هذا عمل او غير عمل، هو بيقدر انه انا مثلي مثلك، انت حامل موبايل كل الوقت، فمعناته انا عادي احمل موبايل كل الوقت، هذا اللي عم بيصير. من المهم جدا انه نحن نحكي على موضوع التعليم، على موضوع الدراسه، على موضوع العمل بطريقه ايجابيه بالبيت، لحتى ما يكون البرنامج يلي من الاصل عم نزرعه عند اولادنا هو مثلا انه مثلا التعليم ما له قيمه، او الدوام بالمدرسه، او هاي الاشياء السلبيه اللي تكرر شوي بالمجتمع. انا بصراحه ما بفضل ابدا تنذكر امام الاطفال، بالعكس نسمح للاطفال انه هن يحبوا التعليم، نساعدهم انهم يحبوا التعليم، لانه بالنهايه التعليم هو اللي حيصنع لك مستقبلك، هو اللي حيخليك انسان فعال بالمجتمع، هو اللي حيخليك انت تكون عندك قدره على الابداع بهذا المجتمع. فمن المهم انه الاهل ينتبهوا على الكلام
يلي بيرددوا حول موضوع التعليم، حول موضوع الشهادات، حول موضوع البلد يلي نحن عايشين فيها، وحول موضوع العمل. لأنه هاي ألفاظ، أنت حتى لو قلت أنه أنا ابني عمره سنة، بس ابنك هو عم يتكون عنده اليوم عبارة عن أفكار ومعتقدات بتكون أساسية جدا. وللأمانة لما نحن نجي مثلا نعالج الشخص، لما يجي لعندي أنا عمره 20 سنة، لما نبدأ نحن نعالج الأفكار يلي تكونت هون بيكون في صعوبة. ليش؟ لأنه هي الشيء الأساسي يلي يتكون بعقل الطفل، فبالتالي هي الشيء الراسخ بالنسبة له ويعتبر جزء منه، مثل يعني مثل كأنه إيدي أو هيك، فهو يعتبر جزء مني، فبالتالي بيكون كتير صعب إنه هو يغير هذا المعتقد. ولكن ليس مستحيل، أكيد إحنا بنشتغل على هذا الشيء وبيتغير، بس من الأصل ننتبه شو عم نزرع عند الطفل. أكيد كمان بنسمع إنه أسلوب اللعب مع الأطفال هو أسلوب تفاعلي، وأكيد بيساهم بشكل كتير كبير اليوم لتعزيز البنية المعرفية. خبرينا أكثر. أكيد الألعاب، نحن نقول ليش نحن دائما نحب الألعاب يلي بتكون ألعاب تفاعلية، لأنه الألعاب التفاعلية بتعلمه مهارات حياتية. يعني لما نلعب مثلا لعبة هيك البسيطة اللي كنا نلعبها مع أهلينا بيت بيوت، تمام، فهو عم يتعلم النمط الاجتماعي للتواصل من خلال مين؟ من خلال اللعب مع أهله، لأنه أهله من خلال هاي اللعبة قادرين يوصلوا له المهارات تبع الاستقبال، مهارات القعدة مع الناس، التواصل مع الناس، التفاعل معهم بجلسات الاجتماعية. لما نلعب نحن الألعاب يلي هي مثلا خلينا نقول عندك مثلا فرز الألوان، الأشكال، الكذا، أنت عم تعلمه هاي الأشياء بطريقة حلوة. طبعا أنا بفضل كتير الألعاب يلي فيها تفاعل بين الأهل والطفل، لأنه أنت من خلال اللعبة قادر أنك أنت تعطيه الأفكار والمعتقدات وتشكله الطريقة يلي حيعيش فيها بالحياة بطريقة سلسة ولطيفة للطفل، وبيستوعبها بطريقة أكثر من الطريقة التوجيهية يلي هي أنه أنا افعل ولا تفعل. أكيد أستاذي آلاء، يعني بدنا نتشكرك على كل هاي النصائح والمعلومات القيمة يلي أفدتينا فيها لكل أهل اليوم، أكيد يكونوا قدوة لأطفالهم وينتبهوا على تصرفاتهم وكلامهم بالبيت. شكرا لك أستاذي آلاء. حبيبة قلبي، شكرا كثير لكم.